برودواي، فيفث أفينيو، وول ستريت، شوارع شهيرة تجعل هذه المدينة مدينة نيويورك أحد أغلى الأسواق العقارية حول العالم. فتعتبر نيويورك ثاني أهم مدينة بعد لندن للمستثمرين الأغنياء جداً، أي من تفوق ثروتهم 30 مليون دولار بحسب تصنيف نايت فرانك للعام 2015. ولكن بالرغم من ذلك لم تسجل نفس المكاسب في أسعار عقاراتها الفاخرة التي ارتفعت بحوالي 50% منذ العام 2006 بالمقارنة مع ارتفاع مثيلاتها في لندن ب 100% خلال نفس الفترة. هذه الأرقام تجعل من نيويورك فرصة للمستثمرين الأجانب، ومنهم شركة يورو بروبرتيز التي تطور مشروع 118 East 59 وسط منهاتن. كمطور عقاري نعتقد أن نيويورك لا تزال جذابة جدا مقارنة بغيرها من المدن العالمية، فالعديد من رؤوس الأموال جاءت هنا للحفاظ على قيمتها من التراجع الذي يشمل العديد من العملات ومنها بالطبع الصين. لا تزال الأسعار هنا تحاول اللحاق بأسعار هونغ كونغ ولندن، والتي بات فيها دفع 10,000 أو 12,000 دولار للقدم المربع أمرا اعتياديا في العقارات الفاخرة، بينما هنا في نيويورك لا يزال معدل القدم المربع في العقارات الفاخرة جدا يتراوح من 5,000 إلى 7,000 دولار، علما أننا شهدنا أيضا عتبة 10,000 دولار للقدم المربع في إحدى الصفقات، وهو ما يجعلنا مقتنعين بأنه لا تزال هناك فرصة لزيادة الأسعار. ستيفن فسر لنا أن العقارات الفاخرة في نيويورك تتركز في جزيرة مانهاتن وأكثرها ثمنا في منطقة بليونيرز رو. هذا المستطيل الممتد بين الشوارع 50 إلى 60 غرب سنترال بارك إلى ألكسندر أفينيو، وقد سجلت هذه المنطقة بالإضافة إلى الأبر ويست سايد الارتفاعات الأكبر في أسعارها التي تجاوزت 10% سنويا في آخر 3 سنوات بالمقارنة مع استقرار في أسعار العقارات في الأبر إيست سايد مثلا. فسعر شقة من غرفة واحدة كهذه في البليونيرز رو يبدأ ب4 ملايين دولار وغرفتين ب5 ملايين دولار، فكيف تقارن مع أسعار العقارات الفاخرة الأخرى في مانهاتن؟ هذا ما نتابعه غدا في تقرير آخر.